كان ماتش رائع جدا، وكان فوز جميل لمصر كلها، وكنا كل الناس كانت تتمنى ان الاهلي يكسب. تمام، وكاس السوبر كان فرحه جميله جدا للناس كلها، وكلنا نزلنا احتفلنا في ظل الوقت اللي احنا فيه، في ظل الاوقات اللي احنا فيها والشغب والكلام ده كله. بس احنا كنا محتاجين الفوز ده، ان الاهلي ان مصر كلها والجمهور يفرح خلاص. طيب، هو بالنسبه للماتش اكيد الاهلي صاحب انجازات طول عمره، ويعرف ازاي يقدر يفوز في الماتشات المهمه. اما بالنسبه للحاجات اللي يعني المستوى الوحش في الدوري، فهو اكيد هو محتاج لعيبه كتير جدا، اللعيبه كلها اعتزلت باصابات كتير، فمحتاج كمان لعيبه، وممكن محتاج كمان يغير المدرب او مدرب يكون على مستوى الاهلي. حتى بعد الفوز بكاس السوبر؟ حتى بعد الفوز بكاس السوبر، ما هو انت يعني نتيجه وحشه جدا في الدوري، سيء جدا، حتى انت ما كسبت بطلوع الروح يعني في الماتش. والله يعني ربنا يوفقه، وبعدين هي حاجه تفرح الشعب المصري، وبعدين انت عارف ان مفيش اصلا مطشه، ويعني المفروض ان الناس عايزه تفرح، فالناس حتى لو هتفرح عن طريق الرياضه فده في حد ذاته كويس. الفوز ده فعلا احنا الشعب، يمكن الشعب المصري كله كان محتاج له بعد حالات الاحباط اللي احنا فيها والظروف اللي البلد فيها، فاحنا كنا محتاجين فعلا حاجه زي كده. بس طبعا الاحداث اللي حصلت في الاخر ديت برضه دي حاجة مش كويسة، وده طبعا هينعكس علينا في الآخر بالسلب. فوز الأهلي بكأس السوبر دوت اندل في إن هو يدل إن الأهلي لسه عملاق وما بيتأثرش بأي نكسة سريعة تحصل له. الفرق الكبيرة في العالم بيحصل لها أوقات نكسات، بس في المواقف الصعبة بيثبتوا إن معدنهم أصيل، وإن شاء الله الأهلي ياخد كأس أفريقيا السنة دي برضو ويطلع مونديال الأندية بإذن الله. هو الأهلي معودنا على طول إن إحنا مستوى عالي وعلى طول في تقدم، عدت المرة دي، المرة اللي جاية إن شاء الله لسه المدى بعيد والدوري طويل، وإن شاء الله هي الفترة اللي جاية ديت في أشبال كتير بتطلع إن شاء الله. يعني إحنا بعد اعتزال أبو تريكة وهنعاني شوية من النادي، بس ان شاء الله الاجبال اللي جايه هتحقق لنا مكاسب كتير. النهارده بالنسبه للناشئين كل يوم بنشوف ناس جديده، يعني الراجل اللي هم لسه طالع من الناشئين عمرو جمال ده، بصراحه ربنا الراجل عمل ماتش امبارح حكايه، يعني لسه اول خطوه يعملها، وبعدين حط رجله في مستوى عالي ودخل المنتخب.